السلام عليكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في قناتكم لو فرونسي افيك ناديا. وموعدكم اليوم مع درس جديد. درس جديد اليوم ديالنا خوتي هو تعليم كيفية القراءة باللغة الفرنسية، ياك؟ ومعكم كيف ما كتشوفوا لا لتر جي. لا لتر جي عندنا هنايا بهاد لي فويال، غادي نشكلو هاد لا لتر جي ونشوفوها كيفاش كتقرا بلي فويال او ا اي او اي غريك، ياك؟ لا لتر جي ملي تنحطو حداها ا، مثلا لا لتر جي افيك ا، كيفاش تنقراوها؟ ردوا بالكم، راه ما تنقراوهاش ا غا، ما تنقراوهاش جا. هذا علاش انا يا حاولت نلونها باش تثير انتباه. لا لتر جي افيك ا كنقراوها غا، افيك او تنقراوها جو، افيك اي تنقراوها جي، مي افيك او كنقراوها غو. نفس الشيء افيك او تنقراوها غو، افيك اي كنقراوها جي، مفهوم؟ قلنا غا جو جي غو غو إيغي، مفهوم؟ عندنا هنايا دي زيكزامبل ديال بعض الكلمات فيهم لا لتر جي. اكزامبل لو، انتبهوا مزيان اخواتي، ال افيك او. انا علاش كنركز على حرف حرف؟ لان الطريقه سهله لتعليم القراءه، طريقه سهله. ال افيك او، لو في في افيك اي، دوز ال نفس الشيء تقراو لا، لو في لا جي 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 افيك او في اخر الكلمه، جي افيك او في اخر الكلمه، مفهوم؟ لا يعني لو فيلاج، القريه لو فيلاج. عندنا هنا ال افيك ا، لا بو، بي افيك او اي بو او، لا بو جي جي افيك اي او بحال ما شفناهاش، ما غاديش نطقو بها. دو فويال كي سو سويف اخر كلمه ما كنطقوش ب او، لا بوجي شمعة. عندنا هنا لا غا غ، جي افيك ا كيف ما قلت لكم، كيف ما سبق هنا وشرت ليها من قبل، لا غا غ، لا غار، لا غار ديال الماشينة، لا غا غ. كلمة هادي ان ان، وكانت فيها او غنقراوها اون، لكن هادي ان ماسكولا، ان لي غي غي م، لي غي م خضرة. لا ال افيك ا، لا غالوري، لا غالوري، لا غالوري. ان كيف ما هادي ان ماشي اون، ان للمذكر ماسكولا، ان مور غري غ. علاش قلنا اخواتي هنايا متتبعي تعليم القراءه علاش قلنا غ؟ لان ما مشكولاش، ما حداها لا ا لا او لا اي لا او لا اي لا اي غريك، ما حداهاش لي فويال. غ غي ان مور غري، حائط رمادي، ان مور غري، مفهوم؟ عندنا هنايا لو غا غا ج، لو غا غا ج، هانتوما ساهله، جي حداها اغا، اغ حداها اغا، جي حداها او ج، يعني غير اللي ما بغاش يتعلم يقرا الفرنسيه سهله جدا، لو غا غا ج، مفهوم؟ عندنا هنا الكراج، محل، لا با ج، لا با ج، فهم جي حداها او، في الاخر، اون،
هادي العكس ديال هادي، في مينا للمؤنث، إين للمؤنث المفرد، فيمينا سانجوليي، إين إيماج، إين إيماج، جي حداها أ، فهم؟ عندنا هنا لا، حاولت نجيب لكم عدة كلمات باش نزيدو نركزو مزيان على لا لتر جي مع لي فويال، يعني عدة كلمات هنا وكيفية قراءتها. لا جي غا، عفوا أخواتي ماشي جي هذه، مي لا جي غاف اف، عفوا ان سانج، لا جيراف هي زرافة، ان سانج القرد، ان سانج مفهوم. عندنا هنايا دو فويال، كيفاش نقراو بعض من لي لاتر، يعني بعض الحروف بدو فويال. كاينين بزاف هما دي فويال، لكن انا اليوم اختاريت لكم ا اي او اي اي او اكسون، يعني كيفاش غادي نقراو مثلا جي ولا ام ولا ار. ها هما اختاريت هنايا بعض الحروف ب ا اي، مثلا اختاريت جي اللي هو النيت محور الدرس، جي افيك ا اي كنقراوها جي، جي غي لا لتر ار، اف اف سي لا لتر اس، ني لا لتر ان، مي لا لتر ام افيك ا اي. تابعو مزيان نرضي عليكم، دي افيك ا اي اكسيتيرا، الى باقي الحروف مع ا اي فهم. عندنا هنا او اي، الا جينا نلاحظوا غنلقاوها نفس النطق كتقرا نفس ال افيك او اي، لي تي تي، بي بي، بي جي شي للتذكير فقط، سي اش شي، ني جي ان تنطق ان نفسها نفس لا لتر ان، ني اكسيتر الى باقي الحروف. عندنا هنا او اكسون، او اكسون R avec E accent. R avec E accent. Ré. P avec E accent. P. M avec E accent. M. T. G. C. L. كي جاتكم القراية ديال اللغة الفرنسية؟ سهلة والله إلا سهلة. سهلة. شوية إتقان فقط. شوية تركيز، عفوا شوية تركيز. اكزامبل دي مو معناه افيك ا اي اي اكسون، بعض الكلمات اللي فيهم هاد لي دو فويال. لا لين، ها هي شوفوها هي في الوسط، ال حداها ا اي، ال هادي حداها ا كنقراوها لا، لكن ال هادي حداها هاد لي دو فويال كنقراوها لي، لا لي ن، سهله ياك، لا لي ن، لا لين الخيط، الخيط ديال الصوف، خيط خيط لا لين. جو جي حداها او، جو انا، هادي كنقراوها ضمير انا، من الضمائر من لي برونون بيرسونيل، مازال نشوفوهم ان شاء الله. جو سي اس حداها ا اي، جو سي، هاد جو سي
هي واحد الفعل اللي هو كنسميوه لو فيرب سافوار. لو فيرب سافوار من لي فيرب ايريغولير. لو فيرب سافوار je sais, tu sais, elle sait, nous savons, vous savez, elles savent. Je sais. هيا S T A I. عندنا جيم. جيم وما أدراك ما جيم. جيم اللي طالع عليه الفيلم. جيم A I. A I. A I. جيم إعجاب. فو عندنا هنايا أ إي بعض الكلمات اللي راهم فيهم أ إي كيفاش تنقراوهم. ب لان بلان بلان ممتلئ. ب هيا لا لتر بي قريناها سكان سكون ب محتاهاش أ أ إي أو إي إكغيك ما مشكولاش. بلان فهم. لا نيج لا نيج لا نيج ان حدا اي لا نيج ان حدا اي هاي سهله لا نيج. ل ال حدا اي ل كا كا ماشي سا. انتبهوا مزيان ماشي سا سي هي السي ولكن حداها كا. هذا هو الدرس اللي من بعد هذا الدرس في تعليم اتقان القراءة باللغة الفرنسية مباشرة لان هاد لا لتر سي غادي تشكل واحد العرقلة في القراءة اللهم غادي نديرو فيها درس ان شاء الله. لو كافي والأكسون. لا ش سي اش ش. لا ش حداها أ. لا ش م ني ونكونو سالينا لا لتر لو فويال أ أكسون بهاد لي دو زيكزومبل. وهكا كيف ما العاده راه ما نبغيش نطول عليكم ياك. نشدو بعدا هاد الحروف هادو ان شاء الله ونشكلوهم ونحفظوهم مزيان ونتقنوهم مزيان وبشويه بشويه مازال حروف ثانيه وهكا غادي نكونوا كنتعلموا باتقان القراءه ديال اللغه الفرنسيه. والى اللقاء في درس مقبل إن شاء الله والسلام عليكم.